والدها الذي بين لنا ماهية الآراء التي تضاربت حول مجيء من عانت الظلمة قبل أن ترى عينيها الجميلتين منه. جاء على نفسها كما تهوى وفهم ما تعانيه من حرقة في قلبها ودمعة لا تغادر عينها. هو أيضا عانى كما تعاني، ولكن أوجد لنفسه مكانة ثابتة في مجتمع تختلف نظرته له من شخص لآخر. مرام ذلك الاسم الواسع الذي يخبئ معاني إنسانية وتأدية عظيمة. الله send your peace and blessings on the final prophet.